الروبوت والأتمتة شو حيكون دورهم في حياتنا وقديش حيكونوا يحلوا محل الإنسان؟ تنتطرق أكثر لهذا الموضوع معنا من بيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. سيد أيمن أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. وبدي بلش أسأل إلى أي مدى الأتمتة اليوم تسيطر على مفاصل الحياة بشكل عام وممكن أن تهدد الشباب والمتخرجين الجدد؟ صباح الخير. هلا خلينا نحكي نحن اليوم وين ونحن لوين رايحين، وخاصة كعمل يعني وكناس اللي عم تترك الجامعة تخلص جامعة وتفوت على الشغل وين رايحين لقدام، وحتى اولادنا يلي هن صغار هلا بس يكبروا شو حيتغير عليهم كوظائف. يعني انا في لكم اليوم مثلا، يعني انا صاحب مؤسسي، انا مكتب ببيروت ومكتب بدبي ومكتب بالرياض، وكل الناس اللي عم تشتغل بالمكتب عم يستعملوا تقنيات متطورة اللي هي كل يعني كل البرامج اللي عم يستعملوها هي على الانترنت، كل الملفات على الانترنت، عادة السيستم القديم لازم حدا بس يجي على الشغل يمضي، هون كله التقنيات السوفت وير لحاله، عم البرمجيات عم تعرف عشان عم يشتغلوا بأي ساعة اشتغلوا على 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 هالشغل وهالنوع العميل هيدي كلها بال 2019 اليوم موجودة. وحتى يعني الكمبيوتر عم يكون بس واجهة، يعني إذا حدا وقع قهوة على الكمبيوتر اليوم بسهولة بنجيب له كمبيوتر تاني بنحطه على الطاولة بكفي شغله. فهذا عم نحكي اليوم بال 2019. إذا عم نحكي مثل ما تفضلتوا بال 2030، يعني أولادنا يلي عمرهم هلا تحت العشر سنوات بيكونوا هن صاروا بإطار العمل اللي عم يشتغلوا فيه. في كذا شغلة حتتغير. يعني الطريقه اللي احنا اليوم كلنا عم نتواصل فيها عن طريق بيكون في شاشه معينه، هي شاشه التليفون، شاشه الكمبيوتر، وحتى على صعيد شخصي اذا عم نحكي على فيديو على واتساب او على سكايب عم بيكون عن شاشه الكمبيوتر. وحتى هلا انا عم بتواصل معكم باستوديو في شاشه، بس بكره لقدام بالعالم الافتراضي رح اكون انا حاطط عوانات وانتم حكون انا قاعد على الكنبيه حدكم عم نحكي، والناس حتشوفنا حيكونوا موجودين معنا باستوديو بعالم، يعني بيكونوا هن بأوضة القعدة ببيتهم بس عم يطلعوا حواليهم عم يشوفوني ويشوفوكن، عم يشوفوا كيف التصوير بيبرموا لورا بيشوفوا الكاميرات، يعني رح يعيشوا عالم تاني يقدروا يشوفوا فيه غير الشاشة اللي نحن يلي عم نشوفها نحن هلا. وكمان يعني أكيد عم تتحدث عن أمور وتطور كتير كبير أكيد بيحمل معه إيجابيات وسلبيات. اليوم كيف ممكن أنه نحن ننظر للموضوع بطريقة إيجابية على الرغم من أنه النظرة العامة شوي سلبية فيما يتعلق بالوظائف وبناء المهارات الضرورية للاستفادة من هذه الأتمتة والتقنيات بالطريقة المناسبة بالمستقبل؟ شو هي المهارات اليوم يلي لازم تكون موجودة عند الموظفين حتى يتمكنوا من أنه يكونوا جزء من مكان العمل في المستقبل ومش قاعدين بالبيت؟ هلا كإيجابيات نانسي كثيرة، يعني لأعطيكي مثل يلي موجود نحن هلا وكيف حيتحسن لقدام. من زمان كان لما الشخص بده يتوظف يلاقي وظيفة يشتغل فيها بده يعرف أشخاص معينة، بده يكون بالبيئة اللي حواليه، يعني بالحي اللي هو فيه بأصحابه بأهله بيعرفوه كفاية لحتى يلاقوا له شغل. بوجود مثلا أنا بعرف في كتير ناس بأول ما طلع تويتر ب2007 و2008 قدروا صارت الناس تعرف فيهم أنه هولي صحفية، هولي مصورين، هولي ناس، يعني بطل ضروري وقدروا يلاقوا شغل لأنه الناس صارت تعرف فيهم من وراء هالإنترنت والتقنية. من قبل كان لازم يكون عندك الشهادة المضبوطة وتعرف الناس المضبوطة وتكوني بالمنطقة المضبوطة، هلأ هون بهالأمور سمحت لهم الناس تعرف فيهم ليقدروا يفوتوا على وظائف تانية. يعني فعلا أيمن هناك بعض الخبراء اللي بيقولوا أن كل هذه التقنيات الجديدة اللي عم نحكي عنها اليوم من أتمتة وواقع معزز بحاجة لاختصاصات جديدة في الجامعات ولمهارات جديدة عند الناس، بالتالي لا داعي للقلق والهلع بموضوع التوظيف ربما. إذا نحن بنشوف نحن بالبلدان العربية الوقت اللي بنقضيه نحن على يوتيوب وقت كتير كتير كبير، والمضمون يوتيوب هو شقين، في 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 شق يلي بنحبه يعني بيسلينا، وفي الشق التعليمي، والشق التعليمي كتير كبير. فنحن عنا هلا قدرة على صعيد شخصي حتى خارج مدارس وجامعات نقدر نعرف طرق معينة لحتى نعمل نتعلم أمور جديدة. واليوم نشوف نحن قصص بسيطة مثل كيف حدا بيعمل
ميك اب على الوجه او كيف بيرسم او كيف بيعمل، هول كلهم اليوم موجودين على طريقه بسيطه، بس لقدام هيدي كلها التقنيات حتنوجد على عن طريق اليوتيوب وغيرها لتسمح للناس تتعلم هيدي الطريقه. بس اهم شيء اللي انا بشوفه دائما يلي ما برتاح له انه ناس بتقول انا ما تعلمتها بالجامعه، يعني انا ما حقدر مش حقدر اوصل فيها، يلي هو مش صحيح. كلنا نحن اليوم حتى خذوا خبرتكم انتم كصحفيه، تعلمتوا شيء بالجامعه بس بالخبره اليوميه وتعلمتوا وقريتوا وشفتوا فيديوز وهيك تحسنتوا بهالموضوع. فهيدي الاهم شيء النيه تكون موجوده انه نحن حتى لو ما تعلمتها ما يكون عندي هالخوف، انا بفوت على الانترنت بتعلمها، بسال ناس بشوف شو هي بتحسن فيها لقدام. يعني تماما من هنا سهوله التعاطي مع كل هذه المهارات الجديده واكتسابها من دون الحاجه لجامعه او غيره. شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح، الخبير في تقنيه المعلومات ايمن عيتاني كنت معنا مباشره من بيروت، ودائما معلومات وافيه ومهمه. نهارك سعيد. والان الى